مجموعة كونتاكت تسعى لتطبيق معايير الجودة المرتبطة بالحفاظ على البيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يشرفني تلبية دعوة فوربس للتواجد ضمن رواد التنمية المستدامة في الوطن العربي، وأتشرف بكوني رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة كونتاكت المالية القابضة، أول وأكبر شركة تمويل استهلاكي في مصر. كونتاكت هي مجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، تقدم مجموعة متكاملة من البرامج والخدمات التمويلية سواء للأفراد أو الشركات. من خلال التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرهم، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني وموقع contactcards.com الأشهر في السوق المصري، وتطبيق كونتاكت ناو الذي يتيح الموافقات الائتمانية الفورية للعملاء مدعوما بالذكاء الاصطناعي، ذلك بخلاف خدمات التأمين من خلال الأزرع التأمينية للمجموعة شركة ثروة حياة وشركة ثروة للتأمين وشركة كونتاكت الوساطة التأمينية، إضافة إلى كوننا اللاعب الرئيسي في أسواق هيكلة الدين، فنحن أول من قام بإصدار سندات التوريق والصكوك في السوق المصري، ونفخر بريادتنا في كافة الخدمات المقدمة من خلال المجموعة. منذ بدايتنا ومن قبل تطور أنشطة التنمية المستدامة، كنا نتبنى فكر الاستدامة سواء في الأعمال أو في تعاملاتنا الإنسانية عموما، فطالما ما نفذنا كثيرا من البرامج والفعاليات لنكتشف لاحقا أنها تندرج تحت أحد الأهداف 17 الرئيسية للتنمية المستدامة. فوفقا لاستراتيجية المجموعة، تلعب كونتاكت المالية القابضة دورا هاما في تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، ونسعى دائما لتوفير منتجات وخدمات مالية تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية برؤية تجمع بين الاقتصاد والبيئة. كما نؤمن بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة التي هي ركيزة أساسية في رحلتنا نحو مستقبل أفضل، ولا نراها فقط من منظور المسؤولية المجتمعية، بل هي تجسيد لالتزامنا بالحفاظ على كوكب الأرض وضمان استمرار حياة الأجيال القادمة. نثق بأهمية مبادئ الاستدامة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتقليل من التلوث وتوفير مصادر الطاقة النظيفة، وفي نفس الوقت نؤمن بأهمية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وهي معادلة صعبة، ولتحقيقها نحتاج إلى الابتكار التكنولوجي وتطوير الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك على الطبيعة الأم، وفهم أهمية الحفاظ على البيئة والمناخ من تأثير التطور التكنولوجي والصناعي. نحن نؤمن بأن الاستدامة لا تتعارض مع التنمية الاقتصادية، بل بالعكس فهي جزء رئيسي من تطور البشرية والحفاظ عليها، بل ويمكن للاستدامة أن تكون دافعا للتقدم الاقتصادي، حيث يمكن للتفكير الإبداعي والتكنولوجيا الجديدة أن تخلق فرص اقتصادية جديدة وتعزز النمو الاقتصادي. يمكننا تحقيق الاستدامة من خلال تطوير تكنولوجيا نظيفة واستبدال مصادر الطاقة التقليدية ببدائل نظيفة، وهذا سيقلل من التأثيرات البيئية ويحقق الاستدامة في الوقت نفسه. في مجموعة كونتاكت المالية نرى أهمية كبيرة في دور التمويل المستدام، حيث تتضمن شروطنا التمويلية شروطا تتعلق بالاستدامة على المشاريع ذات الصلة، مما يشجع على المزيد من المشاريع والاستثمارات التي تلبي معايير الاستدامة.
التمويل الأخضر هو مثال جيد على ذلك، وذلك من خلال تمويل سيارات كهربائية وأنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة للبيئة، كذلك تمويل المباني ذات الكفاءة الطاقية. وكذلك دائما ما يأتي دور التنمية المجتمعية في أولوياتنا، كذلك تمويل التعليم الأساسي والدراسات العليا، ونسعى دائما للشراكة بين المؤسسات ذات الصلة من جامعات خاصة وحكومية والقطاع الحكومي والمؤسسات المالية الخاصة. كما نؤمن بأن تنفيذ خطة التحول الرقمي هو عامل آخر يلعب دورا كبيرا في تحقيق أعلى مستويات الاستدامة، حيث يقلل التحول الرقمي من استهلاك الطاقة ويحسن الإنتاجية، مما يساهم في تقليل البصمة البيئية والانبعاثات الكربونية على سبيل المثال ليس الحصر. ونحن في كونتاكت قد تبنينا موضوع تطبيق أهداف التنمية المستدامة بمنتهى الجدية، فقد استعنا بخبراء الاستدامة لضمان تكوين وتدريب فريق قادر على التأثير الإيجابي بشكل حقيقي، وعددنا دراسة كاملة واستراتيجية وفقا لأنشطة المجموعة، وبدأنا بتبني 6 أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالميا، وهي التمويل الأخضر. التمويل الأخضر لطبيعة نشاط المجموعة وتميزنا في ابتكار المنتجات التمويلية، جاء برنامج التمويل الأخضر ليحقق نجاحا وريادة في السوق، إضافة إلى حصة كبيرة من أرباح المجموعة في العامين الماضيين. وتضمن ذلك إنشاء صندوق خاص بتنمية الأعمال الزراعية، وما زال التمويل الأخضر مجالا قابل للتطوير والنمو في مجموعة كونتاكت، ونعتمد فيه سياسة الشراكات مع شركاء الأعمال والمؤسسات المختلفة. 2، التعليم. طورنا منتج لتمويل التعليم بمراحله ومجالاته المختلفة وبنسبة فائدة أقل من مختلف المنتجات التمويلية الأخرى من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية، فضلا عن دعم الدراسات للعاملين بالمجموعة بسخاء، الذي يعكس قناعتنا الراسخة بأهمية التعليم كأساس لكل تنمية. بالإضافة إلى ذلك تقدم كونتاكت برنامج تدريب صيفي منذ سنوات، وصل إجمالي متدربي إلى ما يقرب من 2500 طالب جامعي من جميع أنحاء الجمهورية. 3، الصحة. من حيث التوسع في برامج التأمين الطبي من خلال شركتي التأمين بالمجموعة، ومن حيث الاهتمام بالتوعية الصحية للعملاء والعاملين، فضلا عن تشجيع ممارسة الرياضة البدنية من خلال تمويل عضوية الأندية بمستوياتها المختلفة. 4، التنمية الاقتصادية لمحدود الدخل. من خلال التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات الدولة، ومن خلال دعم المؤسسات الأهلية التي تقدم أشكالا مختلفة من الدعم لهذه الفئة الهامة في المجتمع. 5، تفعيل دور المرأة، حيث أن ثقافة كونتاكت تعتمد مبدأ الكفاءة أولا بغض النظر عن النوع، وقد أنتج ذلك أن 25% من المناصب التنفيذية بالمجموعة تتولاها زميلات مؤهلات حاصلات على أعلى الدرجات العلمية، وتمتعنا بخبرات مؤسسية وقدرات إدارية متميزة، وقد أشادت بذلك مؤسسة المرأة بالأمم المتحدة. 6، الحد من التدهور المناخي، حيث أن مجموعة كونتاكت تسعى لتطبيق معايير الجودة المرتبطة بالحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، فضلا عن المساهمة في نشر الوعي المناخي لدى الأفراد والمؤسسات في إطار خطة موضوعة مدتها 3 سنوات، ويعد أكبر دليل على التزامنا تجاه البيئة من استخدامنا مبنى أخضر صديق للبيئة، وهو كذلك مبنى تاريخي يزيد عمره عن 130 عام كمقر رئيس المجموعة. ده يمكن موجود في السوفينير الموجودة بره.
وكما نرى فإن الاستدامة تعني توازنا بين البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. يجب أن نتخذ قراراتنا بعناية وأن نتحمل مسؤوليتنا بحرية. في النهاية نحن هنا لنقدم مثالا لكيفية دمج الاستدامة في عمليات الأعمال. يجب أن نتعاون معا من أجل عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة. الاستدامة هي رحلة لن تكون ناجحة إلا إذا شملت الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. إن الاستدامة هي الرؤية الكاملة للبشرية حيث تربط بين كل جوانب التطور والازدهار. شكرا لكم جميعا، وبشكر الإدارة، إدارة فوربس والأستاذة خلود، بشكركم جميعا.